احتجاج ولتنبيه الحكومة وصناع القرار على الوضع الاجتماعي المقلق والصعب الذي تعيشه بلادنا. بالمناسبة كل هذا الإنزال ديال القوات ديال الأمن، نحن نقول لهم لا خوف على دول تعيش شعوبها الحرية والديمقراطية وتنعم بالكرامة والعدالة الاجتماعية. هذه الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية يجب أن تتوجه إلى الفساد وإلى الاستبداد وإلى محاربة كل أشكال الرياء والفساد. رسالة واضحة ورسائل واضحة للحكومة ولصناع القرار. لا يمتحنوا أكثر صبر المغاربة، راكاين وضع اجتماعي مقلق ويجب التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، يجب التدخل لإيقاف مسلسل ارتفاع الأسعار، وعلى الحكومة أن ترجع للحوار الاجتماعي ولكن مش كمسؤول، من أجل أن مصداقية الحوار الاجتماعي هو الترجمة ديال الالتزامات. لا ما يمكنش نسمحوا في كل إجراء تم توقيع عليه من طرف المجرات الديمقراطية الشغل. الضرورة كتفرض أمام نسبة التضخم أمام ارتفاع الأسعار على الزيادة العامة في الأجور وعلى مراجعة حقيقية للضريبة على الدخل. ما يمكنش نسمحوا أنه الشركات يستافدوا من الضرائب ومن الإعفاءات ومن التخفيضات والطبقة العاملة تبقى كتأدي الثمن لا في الأسعار ولا في الضرائب. إذن رسائل واضحة، التزام بتنفيذ كل ما تضمنه اتفاق 30 أفريل واحترام الحريات النقابية والترجمة ديال الميثاق للحوار الاجتماعي والتدخل من أجل دعم صناديق التقاعد، وبأنه الطبقة العاملة موظفين أجراء ما يمكنش يأدوا تكلفات سوء تدبير هذه الصناديق أو ضرب المكتسبات. القانون المالي لم يأتي بأي مكتسب. هذاك الاجراء البسيط ديال حنا تنقول لهم هذاك 2 مليار ديال الدرهم اللي جابوها ديال الضريبه يعطيوها الله سمير باش تخدم وتشتغل ودير المخزون الاستراتيجي وتخفض الاسعار. اما الضريبه الحقيقيه خص مراجعه الاشطور. ما يمكنش الشركات كينزلوها من 31 ل 20% والطبقه العامله تادي حتى 38%. ما يمكنش اصحاب الاسهم، الطبقه العامله ما عندهاش الاسهم، يخفضوا لهم من 15 ل 10%. اللي عندهم الاسهم اللي كيربحوا في الاسهم والطبقه العامله تادي الضريبه من المنبع باشطور مجحفه. خاص مراجعه، لان القانون المالي اليوم كيمر في اجراءات لصالح راس المال. انا قلت لهم اليوم راه يحتفلوا ارباب العمل، لكن شي واحد هما لم يتوقعوا حتى تلك الاجراءات اللي قدمت لهم الحكومه. راه نهار ديسمبر راه يشعلوا الشمع على الضرائب اللي استفدوا منها، والعام الجاي يستقبلوا ارصده جديده. نقول كفى من هذا اللاتوازن. العداله الاجتماعيه خص اعطاء مكانه للطبقه المتوسطه، هي المؤمن وهي المحرك الاقتصاد الوطني، والحفاظ على الطبقه الاجتماعيه، لان الامن الاجتماعي اهم من الامن اللي كان اللي حاضر اليوم. الدوله ما باغيه تعطي والو من اللي حيتو تلقم لهم من الاجور من الموظفين والمأجورين ديال القطاع الخاص. تملص الدوله من المساهمه الماليه في اصلاح انظمه التقاعد مثل ما وقع في الصندوق المغربي للتقاعد، انه العديد من الملايير اللي كان مفروض الدوله انها تمد بها الصندوق لحد الساعه ما كاينش، ولجنات تقصي الحقائق اكدت على ذلك. اعتماد اجراءات مقياسيه كما وقع في السابق، وللكونفدراليه الديمقراطيه الشغل بالمناسبه رغمكم الادعاءات والتشويشات كان لها موقف مشرف، لانها لم تشارك في اللعبه. عندما تقبل ان تشارك في لعبه التصويت يجب أن تقبل النتائج. فالكونفدرالية اعتصمت واحتجت في ظاهرة أولية داخل البرلمان ورفضت ذلك الإصلاح. واليوم أيضا هذه المعالم ديال الإصلاح أو ديال الدراسة ستضرب كل المكتسبات ما فيها تخفيض قيمة المعاشات. غاديا يجروا لتحت كل أنظمة ديال الصندوق ديال الصناديق ديال التقاعد، كنقلبوا شنو هو السيء فيها كنتجه اليه. الا كانت بعض الانظمه عندها المساهمه انتير ثلثين وحده فيها 50% 50%، غنمشيو ل 50%. الا كان الاحتساب ديال التقاعد
كان سابقا على السنه الاخيره او 8 سنوات اللي كاينه اليوم غيمشيو على الحياه الكارير كلها ديال المهنيه والرفع ديال السن ديال التقاعد الى 65 سنه والزياده في نسبه مساهمه الاجراء. كل هذه الاجراءات هي مجحفه وتضرب في العمق المكتسبات ديال التقاعد، لذا يجب ان ننتبه الى هذا الملف وان تكون حاضره الطبقه العامله من موظفين واجراء للضغط في هذا الملف باش نحافظوا على المكتسبات ديالنا وباش نحاربوا كل الاجراءات. راه في بعض الدول الدوله كتدخل بميزانيات لصناديق ديال التقاعد وكاينه امكانيات من خلق ضريبه على الثروه وضريبه على المواد ديال الترف وغيرها من الضرائب اللي اليوم خصها تفرض على الاثرياء باش يمكن تمول صناديق ديال التقاعد وتمول الزياده العامه في الاجارات.